مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وما لهش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم من خلال شاشة قناة الكارما وقنوات الكارما المختلفة برحب بيكم ويسعدنا جدا لقاءكم في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام مع الجميع. موضوع خاص النهاردة ولقاء خاص جدا النهاردة تحت عنوان الأخطاء العلمية بين القرآن والكتاب المقدس. هي مناظرة، مع أني أنا كشخص لا أحب المناظرات ولا أحب أدخل في المناظرات لأن لا فائدة منها، لكن رغبة من الأخ حسين، وأنا بشكل شخصي بحب الأخ حسين وبحب أن أنا أشجعه وأساعده في خدمته وعارف قلبه، قررت أن أنا أوافق على إجراء هذا الحوار. أنا مجرد محاور محايد، أنا مش هتدخل في موضوع الحوار ما بين الأخ حسين وما بين الشيخ فكري، لكن قبل ما أقول الشروط والأفكار اللي هنلتزم بيها في الحوار يسعدنا ويشرفنا أن احنا نرحب بالضيوف. بداية برحب بالشيخ فكري المسكاوي، أرجو أن أنا بنطق وأكون بنطق الاسم بطريقة سليمة. برحب بك يا شيخ فكري. الصوت يا جماعة، تفضل. أهلا بحضرتك، يسعدنا وجودك معنا من خلال قناة الكارما. برحب بيك ضيف عزيز، يعني لك منا كل التقدير والاحترام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. برحب بيك يا أخ حسين. أهلا وسهلا أستاذي أندرو، تحية لك وتحية إلى الشيخ. شكرا. وإلى كل المشاهدين. شكرا. عشان يعني أعطي لكم الوقت، وزي ما قلت يعني بقول الكلام ده لأحبائنا المشاهدين وبقول الكلام ده لحضراتكم، أنا مجرد محاور محايد، لا علاقة لي بأن أنا أتدخل أو أقطع، لكن وجب عليكم الالتزام بالنقاط اللي أنا هطرحها قدامكم وسبق وأنا قلتها ليكم قبل اللايف. النقطة الأولى الالتزام بالموضوع المطروح وعدم الخروج عنهم، بمعنى أن الموضوع المطروح اسمه الأخطاء العلمية بين القرآن والكتاب المقدس، يبقى الالتزام بالموضوع ده وبالعنوان ده، غير مسموح للخروج بره دائرة هذا الموضوع. محدش يقولي فيه تناقضات ولا أخطاء لغوية ولا أخطاء نحوية ولا أخطاء جغرافية ولا أخطاء مش عارف إيه، الموضوع اسمه الأخطاء العلمية، وجب الالتزام بعنوان الحلقة. اتنين، الالتزام بالوقت المحدد، هيبقى فيه لحضراتكم كل واحد 10 دقايق، بعد كده 10 دقايق، 10 دقايق في 10 دقايق، 10 دقائق في 10 دقائق، بعد كده 5 دقايق في 5 دقايق. ممنوع انه اي حد يتجاوز الوقت المحدد. رقم 3، مراعاة اداب الحوار وعدم استخدام اي عبارات تحمل السخرية او التهكم او الاستهزاء او التعرض للشخص، يعني شخصنة الامور، غير مسموح بمثل هذه الأمور نهائيا. رقم 4، يجب كل فكرة هيتم طرحها ذكر النص مع ذكر السفر أو الصورة، اسم السفر أو الصورة، وقراءة النص كما هو مكتوب، سواء هذا النص قرآني أو هذا النص من داخل الكتاب المقدس، مع ذكر رقم الآية، مع ذكر ماذا قال المفسرون لهذا النص، سواء مفسره القرآن أو مفسري الكتاب المقدس وأقوال الآباء. بعد كده قول رأيك، يعني ما حدش يقول لي
فكرة بتقول كذا في الكتاب أو في القرآن بدون ما ينطق النص وبعد كده يفسرها هو. لا، ارجع للنص، قوله لفظيا كما هو مكتوب، بعد كده قول اسم السورة أو قول اسم السفر، اسم الآية ورقمها، المفسرين قالوا إيه عليها. رأيي أنا أن الآية دي فيها خطأ علمي نتيجة لأنها تتعارض مع العلم من جهة كذا. دي النقاط اللي وجب التنبيه. كنت بتكلم معاكم لكن ما سمعتش منكم جواب، أنه كان في اتفاق أن الشيخ يبدأ لما حصل الاتفاق معايا، وبعد كده عرفت أن في اتفاق تاني أن الأخ حسين يبدأ على أن الشيخ هو الضيف فينهي المداخلة الأخيرة. هل اتفقتم مين اللي هيبدأ عشان نبدأ واطلب من المخرج ان هو يحط اول 10 دقايق؟ هل اتفقتم مين اللي هيبدأ؟ هل الشيخ فكري هو اللي هيبدأ او الاخ حسين اللي هيبدأ؟ اسمع اجابة في 30 ثانية لان لازم ابدأ الحلقة. تفضلوا. استاذنا، اول شيء اهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. اهلا بك. نحن الاتفاق لم يحدث اتفاقين، نحن اتفقنا اتفاقا واحدا كان ممثل فيه أخونا أبو عماد العربي، وهذا الاتفاق هو الذي تم عليه الاتفاق. ما أدري في اتفاق آخر، ما حدث هناك اتفاق آخر ولا أبلغت بأي اتفاق آخر، على أنه اختار هو موضوع وأراد المناظرة وعرض المناظرة وحدد هو الموضوع، فكان الكلام أنه بما أنه اختار الموضوع فالبداية تكون لي. طيب خلاص يا أخي حسين. ولا يهمك، لكن هو كان تحدي من عندي والشيخ وافق على التحدي، فمن المفترض أنه القائم بالتحدي هو الذي يبدأ، لكن أنا أتفضل يا شيخ ما عندي مشكلة، تفضل لك الوقت. طيب خلاص هنبدأ أول 10 دقائق، وأرجو المخرج أستأذنه يضع 10 دقائق الأولى، وتبدأ من أول كلمة هيقولها الشيخ فكري. هل حضرات الأخ الفاضل المخرج جاهز؟ اتفضل. اتفضل مداخلتك الأولى 10 دقائق بالضبط يا شيخ فكر، اتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بما أن المناظرة تتناول موضوع المسائل العلمية والأخطاء العلمية ما بين الكتاب، ما بين القرآن الكريم والكتاب المقدس، فأنا أبدأ ببداية الكتاب المقدس. ويعني أنا للأسف ليس عندي خبرة كثيرة، لكن أعتقد أنني يمكن أن يكون هناك مشاركة على الشاشة أشارك هذه النصوص حتى يتسنى للمشاهد الكريم أن يشاهد معنا. في سفر التكوين في الإصحاح الأول من العدد 1 إلى 5 يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. وقال الله ليكن نور فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. من الناحية العلمية أنا لا أدري، أنا أحاول أن أعمل شير للشاشة لكن ما أدري ما الذي يمنع أن يصل هذا الشير إلى الشاشة، لأن عندي صور من وكالة ناسا لبثها هنا. المعلوم علميا أن مصدر النور إلى الأرض هو الشمس، وليس أن النور سابق لخلق الشمس. والدليل على ذلك أن وكالة ناسا للعلوم الفضائية والأبحاث الفضائية تبث صورها على موقع ناسا، حيث نرى أنه في وقت النهار عندما يصور غلاف الأرض تصور الأرض بأنها مضيئة كلها، بينما الفضاء الخارجي خارج الغلاف الغازي هو عتمة. فلو كان النور سابقا لخلق الشمس لكانت الأرض، لكان الكون كله، لأن الأرض لم تكن مخلوقة في ذلك الوقت،
ومعلوم أيضا من ناحية علمية أن الليل والنهار ناتج عن دوران الأرض حول محورها في مدارها وعلاقة هذا الدوران بالشمس. فإذا دارت الشمس كانت بما أن الأرض كروية فتكون الشمس في أو الظلام في جهة والنور في جهة، فهذا يكون ليل ونهار. هذه المسألة الأولى في هذا الموضوع. المسألة الثانية عندنا أيضا في نفس الموضوع، نقول بأن الأرض بناء على ما ورد في سفر التكوين أيضا نجد أنه تكلم في مسائل في قضية خلق الأرض، فنجد مثلا يقول في سفر التكوين العدد 14 إلى العدد 19، وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. في هذه الأعداد من ناحية علمية، ونحن أنا أناقش لا أناقش المغازي أو الإشارات الدينية، أنا أناقش المسألة العلمية. عندما يقول فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، فهنا المسألة أنه يتحدث عن نورين عظيمين خلقهما الرب سبحانه وتعالى وجعلهما في الكون، وهما نور الشمس ونور القمر. فثم القمر نور أصغر. المعلوم وأنا أمامي ما كتبته وكالة الأنباء، وأنا وأسف وكالة بحوث الفضاء الأمريكية ناسا، وهنا هي مصورة للشمس. طبعا أول مسألة: The elements in the sun and earth are pretty much the same, though earth had less of the sun's more volmile elements. يقول كشف تحليل جديد أن العناصر الموجودة في الشمس والأرض متشابهة إلى حد كبير. طبعا هذا الكلام من ناحية علمية، أن الأرض جزء من الشمس، الأرض جزء من الشمس. لكن عندما نرجع إلى الكتاب المقدس فنجد مثلا في سفر التكوين أن الأرض أساسا مخلوقة في سفر التكوين في الإصحاح الأول قبل الشمس. قال وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك، ودعا الله اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله ذلك أنه حسن، وقال الله لتنبت الأرض، إلى أن قال وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. بينما النص الذي قرأناه من 14 إلى 19 أن الشمس والقمر خلقا بعد الأرض، وهذا كلام من ناحية علمية يستحيل إطلاقا، إذ أن الشمس معلوم أن القمر أن الأرض هي جزء من السديم الفضائي. وبالتالي عندما نتحدث في هذه المسألة نجد أن عناصر الأرض مشابهة، فقالوا يشير هذا إلى أن الأرض تشكلت من مادة السديم الشمسي. فكيف يمكن من ناحية علمية أن يقول الكتاب بأن الأرض سابق خلقها لخلق الشمس، ثم أن الشمس بعد ذلك خلقت، ثم أن الشمس نور، ثم أن القمر نور، علما أنه من ناحية علمية القمر معروف أنه غير مضيء
وغير مشع بذاته. كيف يسمى أنه خلق الله النورين أو فعمل الله النورين العظيمين ألا وهو نور الشمس ونور القمر كلاهما، وقال بأن كل منهما عمل نورا مستقلا، بينما أن المعلوم علميا أن القمر هو انعكاس لضوء الشمس. ولذلك لو أردنا أن ننظر في صور أخرى ونستطيع بثها، نجد أن الإنسان لا يرى القمر دائما كما يرى الشمس قدس مستدير كامل مشع منير، لكن القمر أحيانا لأن مدارات القمر مختلفة فيظهر من القمر بمقدار ما ينعكس عليه من ضوء الشمس، فأحيانا يظهر بأنه هلال وأحيانا يكون محاقا. فكيف يسمى أن هذا نور أصغر قد خلقه الله وهو أساسا ليس فيه نور، بل هو كالأرض مطفأ وإنما ينعكس عليه نور الشمس فيضيء الأرض. هذه المسائل ومسائل غيرها كثيرة في الكتاب المقدس، تحدث فيها الكتاب المقدس حول قضية الشمس والقمر وكذلك قضية الأرض. أنا لا أدري، الوقت لم يسعفني لذكر مسألة ثالثة، لكن أكتفي بهاتين المسألتين في هذه اللحظة حتى أسمع إجابة عليهما، حتى لا يتدارك الوقت وأخذ أكثر من وقتي. لك المايك. شكرا شيخ فكري، يعني أنت كان متبقي ليك 44 ثانية، لكن شكرا جدا ليك. بس ملاحظة أو ملحوظة أولى، أنه حضرتك بتقول كنت عايز تعرض فايل معين معاك، كان لازم تقول لنا الكلام ده قبل بداية الحلقة، ما ينفعش أثناء بداية الحلقة. حاجة تانية، أنا حطيت في ضمن الشروط أنه نسمع رأي المفسرين أصحاب العقيدة أو النص. حضرتك ما قلتش مفسر الكتاب قالوا إيه، رحت على طول على ناسا وجبت معلومات من ويكيبيديا، لكن مش ده موضوعنا خالص. خلينا نرجع للجزء العشر دقايق الخاصة بالأخ حسين. أخ حسين هنبدأ دلوقتي معاك 10 دقايق. شكرا. مش هقول لك يعني اللي ممكن تعمله، ليك الحق انك تجاوب ترد تطرح، الامر مخصص ليك زي ما خصصناه للشيخ فكري. تفضل اضبطوا ال10 دقايق يا جماعه، تفضل. شكرا لك استاذ اندرو. نعم، عندما لا يطرح راي المفسرون فهذا هو اخلال بقواعد المناظره وهو افلاس، لان الشيخ لو ذهب الى اقرب المفسرين اليه وهو القمص انطونيوس فكري لقال له ان الشمس مخلوقة هي والقمر منذ اليوم الأول الذي يخص الأرض، ولكن بالصورة الحالية التي خالية من الإشعاعات والأمراض التي تسببها للإنسان هي باليوم الرابع قد كونها الله، لأننا نعلم أن الكون قد جاء بالتطور، خلقه الله بناحية تطورية، لكنه لا يدخل إلى المفسرين لأنهم سيحرجوا رأيه وسيحرجوا مطاعنه، لذلك هو عجز فيقول معلوم أن في العلم الشمس والقمر مخلوقة قبل الأرض. نعم، الشمس والقمر مخلوقة قبل الأرض والمجموعة الشمسية، وهذا ثابت، حتى الكتاب المقدس أثبت لنا في اليوم الأول خلق الله النور، ولكن بالصورة اللي هو السديم وإشعاعات الشمس السديم، وفي اليوم الرابع في الصورة الحالية تكونت الشمس. لكن نحن كتابنا واضح بالعلم، طرحها بالحقيقة أن الشمس أول يوم خلقت وبعدين الأرض ثم النورين العظيمين. نعم، القمر نور أصغر، لماذا؟ لأنه أصغر من الشمس، لأنه يخص الأرض، لأن النور البي يخص الأرض، لذلك أطلق عليه نور أصغر يخص الأرض من خلال الأشعة الشمس التي تنعكس عليه. لكن الخطأ وين؟ في سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ابن كثير يقول بسط الأرض وخلقها ثم بسطها على ظهر الحوت، وأريد أعرف أين يوجد هذا الحوت يا شيخ. في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال إن الله خلق الأرض وبسطها على ظهر الحوت ووضع ذبابة أمام الحوت، فكلما ماد الحوت مادت الأرض وأصبح زلزال، فتدخل الذبابة في أنف الحوت ثم يصرخ إلى ربه ثم يثبت فتثبت الأرض. أين هذا الحوت يا شيخ؟ ذهب العلماء ورأوا
ما في باطن الأرض من طبقاته الأربعة وما في الكون، ولم يجدوا أربع، ما لم يجدوا هذا الحوت. ثم أنت قلت من لسانك، أنا أخذ الكلام، قلت إن الشمس مخلوقة قبل الأرض والسماوات، فهنا الأرض مخلوقة قبل السماوات، كيف يعني الله وين كان، العرش وين كان إذا الأرض مخلوقة قبل السماوات؟ كيف ترد على هذه الآية؟ أنت الآن وقعت في إشكال، قلت إن السماء والشمس مخلوقة قبل الأرض، لكن القرآن يقول الأرض خلق ثم صعد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الأرض تقول تدور، الأرض تقول أنت تدور، ويسبب هذا هو تعاقب الليل والنهار، لكن القرآن لا، في سورة ياسين 38 يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أبو ذر ماذا يقول في صحيح البخاري حديث 4802؟ يقول كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كل مفسريك القدماء قالوا إن الشمس تشرق من المغرب وتغيب في المغرب وهي تسبب الليل والنهار. طيب هل إلهك لا يعلم إن الشمس ثابتة وإذا تحركت تهلكنا، وإن الأرض هي التي تدور عليها؟ وأيضا في سورة الكهف 86 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة. طيب هنا نرى القرطبي يقول ليس المراد أنه انتهى إلى الشام، قال لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض. هل الشمس تدور حول السماء يا شيخ كما يقول القرطبي في جزء 11 صفحة 49؟ قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحامئة. روى أبو داود بسند صحيح وحديث صحيح 3990 عن أبي ذر قال كنت مع رسول الله على حمار وعند غروب الشمس فقال هل تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تغرب في عين حمئة. من المعلوم يا شيخ الشمس تغرب في العراق وفي مصر وتشرق في أمريكا، يعني ما تذهب بعين حمئة، بينما هي واقفة في كبد السماء والأرض هي التي تدور حولها. إلهك لا يعلم، يقول إنها تغرب في عين حمئة، والحديث صحيح، وأيضا خلاصة حكم المحدث صحيح. كيف ترد؟ هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تغرب في عين حامية. رواه أبو داود في حديث 4002 حديث إسناده صحيح، أخرجه أبو داود ولفظ له أحمد 4000 حديث 21459. كيف الشمس تجري يا شيخ؟ تعرف من أين أتت هذه الفكرة لمحمد؟ هذه أتت من أمية بن أبي الصلت، هو الذي قال لقد كان ذو القرنين قبلي متسسلما ملكا على في الأرض غير معبد بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيد فرأى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وباط الحرمدي في ديوان أمية بن أبي الصلت صفحة 193. كيف وصل لمحمد؟ يقول الأصبهاني إن أمية ماذا؟ إن أمية قد ادعى النبوة في صفحة 8 من ديوان أمية، حرم أمية الخمر وشك في الأوثان وكان محققا والتمس الدين وطمع في النبوة وأنه دارس النصارى واليهود وأخذ منه. كيف وصل الحديث لمحمد؟ في صحيح مسلم حديث 613 خلاصة حكم المحدث صحيح، والبخاري 799 قال الشريد الثقفي، الشريد بن سويد الثقفي هو ابن عم أمية بن أبي الصلت الثقفي، قال أخذ مني النبي 100 بيت من أبيات أمية بن أبي الصلت. فالأخطاء تتراكم والجهل يتراكم، يأخذ كلام يقول الشمس تغرب في عين الحمئة من أمية بن أبي الصلت ثم يضعه على في القرآن ويقول هذا من عند الله. كيف تفسر هذا القول؟ ولماذا يأخذ من أمية بن أبي الصلت؟ أربك عاجز عن ذلك؟ والحديث صحيح أخذ 100 بيت، ومن ضمن هذه 100 بيت هذا الله. الأرض مسطحة الآن تعرض عليه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ الغاشية 20 تفسير الجلالين، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، فيستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته، وصدرت بالإبل لأنها أشد ملابسة لها من غيرها، وقوله سطحت ظهر في أن الأرض السطح، وعليه علماء الشرع لا كرة، لا كرة عليه علماء الشرع لا كرة كما قاله أهل الهيئة، وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع.
وأيضا عندك في سورة الحجر 19 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، تفسير القرطبي قوله تعالى والأرض مددناها، هذا من نعمه أيضا ومما يدل على كمال قدرته. قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء وعلى وجه النون، يعني الله حاط الأرض على حوت يا ناس يا عالم. والأرض بعد ذلك دحاها النازعات 30 أي بسطها، وقال والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يعني الأرض كلها فراش عند محمد. الذارية 48 وهو يرد على من زعم كالكرة، وهو يرد على من زعم كالكرة. وعلماء أمثال عبد الظاهر البغدادي المتوفي في عام 429 ذكر في كتابه أصول الدين صفحة 124 وهو يتحدث عن اسم الله الباسط والباسط بالدلالة، قال إن الأرض كروية أثبت ذلك القرآن، ويكذب من ادعى أنها مسطحة، لكن العلم يثبت لنا اليوم بفيديو اكتب بالصورة بس طلع صورة للأرض كروية. هل هذا إله لا يعلم الأرض مسطحة؟ وأيضا عندك عرض الدين الأجل المتوفي في عام 756 ذكر إن الأرض مبسوطة وإن القرآن وإن القول بأنها كرة من زعم الفلاسفة، من زعم. راجع أيضا المواقف في علم الكلام صفحة 199 217-19 كيف ترد. أما عندنا في الكتاب المقدس في سفر أشعياء 40-22 الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق ويبسطها، يعني إذن البسط هو للسماوات الشاسعة اللي ما الامتداد العظيم، أما الأرض فهي من خارج كرة. كي أشعياء قبل المسيح 700 سنة يعرف هذه الحقيقة العلمية لأنه تنبأ من الله، أما صاحبك محمد فيسرق من أمية بن أبي الصلت ويأتي بكلام مغالط ومخاطئ للعلم نهائيا. كم بقي من الوقت أستاذ أندرو؟ خلاص الوقت يعني زي ما هو توقف يا حسين، كان متبقي 44 ثانية، عليك أن أنت تتوقف أيضا، دلوقتي متبقي لك 39 أو 37 ثانية. بعتقد مش هتلحق تقدم يرد على هذه الأسئلة ولا ينحرف إلى مواضيع أخرى. الوقت انتهى يا أخي حسين، الوقت انتهى. شكرا ليك. نرجع ل يعني رقم، خدنا الجزء الأول 10 دقائق في 10 دقائق، هناخد الجزء الثاني أيضا 10 دقائق في 10 دقائق. تفضل شيخ فكري، قدامك 10 دقائق، تفضل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا من البداية منذ أن طرح الأستاذ هذا موضوع المناظرة وأنا أعلم أن الرجل ليس عنده شيء ويظن نفسه جاء يهاجم الإسلام، أول شيء أنا أكثر ما أمقت هو الكذب. يقول أنطونيوس فكري شرح موضوع النور، أنا أمامي الآن وأستطيع أن أشارك الشاشة إذا أمكن تفسير أنطونيوس فكري. لم يتطرق أنطونيوس فكري يا أستاذ إلى الموضوع، بالعكس يتحدث أنطونيوس فكري منذ أول سمات السفر وغايته، ثم يتحدث بعد ذلك لم يسكت الله على هلاك الإنسان بل كان التجسد في عرض سفر لحياة الأباء البطاركة، رأينا في بركة الله لهم ثمار الطاعة، استغل الله حياتهم، البركة، اللعنة، لعنة الحية، لعنة الأرض، ثم أظهر سفر التكوين أثر خطير هذا الذي قدم به المسألة. فلو جئنا إلى أيضا إلى تدرس يعقوب ملطي سنجد أنه يتحدث في قضية الخلق وقضية النور تحديدا. أنا سأتي إلى موضوع النور وإن كنت لا، أولا نحن نتحدث الآن في مسائل علمية ولا نتحدث فيما يقول الكتاب المقدس أو مفسري الكتاب المقدس، نحن نتحدث الآن عن مسائل علمية، فالأصل الاستناد إلى أقوال أهل العلم في المسألة. أنا عندي النص واضح، ليس نص أنا أتناول نصا من الكتاب، الكتاب أمامنا والكتاب هو الذي يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، هذا متفق مفهوم واضح المعنى. الآن المعاني الإيمانية ليس دوري أن أبحث ماذا يقول أباء الكنيسة عن المعاني الإيمانية المشتقاة أو المستنبطة في النصوص، أنا الآن أتكلم عن مسألة وقال الله ليكن نور، الله خلق النور، إذن النور مخلوق قبل الأرض وقبل السماوات، هذا الذي يقوله الكتاب.
أول ما خلق، قبل أن يخلق الشمس، قبل أن يخلق القمر، قبل أن يخلق الأرض، خلق النور. لو كان النور موجودا من ناحية علمية، ماذا قال أهل العلم العلماء المتخصصين في العلوم البشرية، في العلوم الكونية، ماذا قالوا في المسألة؟ ما لي علاقة بأن يأتي مهرطق فيهرطق بما شاء؟ الإنسان الذي يأتي وحل المسألة، الأستاذ يقول لك القمر نور أصغر من نور الشمس، أين الدليل العلمي على هذا الكلام؟ أنت تتكلم الآن في مناظرة علمية، لا تتكلم في مناظرة أنك تريد أن تنظر. والإسلام قال أنت أتيت صبيت صب مجموعة من الشبهات، تريدني أن أجيب على 50 شبهة في لحظة، أنا أعطيتك مخصوص وكنت متعمد ألا أعطيك إلا على قدرك، بحيث تجيبني على سؤالي بكلام علمي وكلام قاله العلماء المتخصصين في علوم الكون لا في علوم الدين. أنا ما أتحدث عن الدين ولا أفسر في كلام الدين ولا في تشريعات الدين، أنا الآن أتكلم في مسألة علمية. هل النور في حسب أقوال أهل العلم المتخصصين، أنا ما أتحدث لا عن مسلمين ولا عن نصارى ولا عن يهود ولا عن بوذيين ولا عن أي أحد على وجه الأرض، الإنسان الذي يريد أن يحاور في محاورة أو يناظر في مناظرة ويتحدى الناس، يأتي فيتحدى بمقدار ما يعلم. أما إنسان جمع مما هب ودب، أراد فقط أن يتحدث فقط في سيل من الشبهات، كل شبهتك أساسا أتفه من التافهة لسبب واحد. أولا أخذت الطبري وقلت الأرض على حوت، هذه الرواية عند الشيعة وليست عند السنة. وقول الطبري في مقدمة كتابه يقول أنا جمعت الرواية، جمعت الأقوال دون التحقق منها. ثانيا لو ذهبت إلى كتب الحديث والمحدثين، لأن هذه تروى كحديث عند أهل السنة، وأهل السنة عندهم شيء بسموه علم التخريج، وفي علم التخريج لو ذهبت إلى كل المحدثين سيقولون لك هذه الرواية عندنا لا تصح، موضوعة كذب، وبالتالي لا تحتج علي وتأتي وتقول الطبري نقل. الطبري بالنسبة لنا نحن الحجة علينا ما قاله الله عز وجل، لأن الله لا يأتي كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآن عندما تقول أن الله قال أن الأرض على حوت، ساعتها لك علي أن آتي فأقول لك القرآن خطأ، شوف لوين. لكن أن تجمع شبهاتك من مواقع شبهات الملاحدة ثم تأتي وأنت تدعي أنك تحولت إلى النصرانية، فهذا الكلام ما يليق بإنسان مناظر يريد أن يقول أنا صاحب علم. الآن السؤال، من قال من علماء الكونيات من قال بأن النور سابق لخلق الشمس والقمر؟ من قال؟ أعطيني عالم واحد قال بهذا. الآن لو أتينا، أنا أرد عليك، شوف أنا ما أهاجمك، لو أردت أن أصب عليك ما قيل من شبهات ومن مسائل أخطاء علمية في الكتاب المقدس لجبتك في من الصفحة الأولى لوحدها 9 أخطاء. لكن أنا الآن أرد عليك، تدرس يعقوب ملطي لما تناول هذه المسألة ماذا قال عن قضية النور؟ قال في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض، ثم لما تحدث عن روح الله والمياه قال على أي الأحوال إن كان الوحي قد أعلن أن الآب خلق السماوات والأرض بكلمته فهنا يكشف عن دور الروح القدس. ثم بعد ذلك تحدث عن روح الله يرف، ثم بعد ذلك انطلاق النور. قال أول عمل يقدمه الله هو انطلاق النور، وقال ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا. السؤال هنا ماذا يشير هو هنا؟ يقول ويحتج، يقول يمكن القول بأن الرأي العلمي السائد حاليا أن مجموعتنا الشمسية نشأت من سديم لولبي مظلم منتشر في الفضاء الكوني انتشارا واسعا. السديم هو سحابة من الغازات الموجودة بين النجوم، ولذلك فمادة السديم خفيفة جدا في حال تخلخل كامل، لكن ذرات السديم المتباعدة تتحرك باستمرار حول نقطة الجاذبية. ما قال بأن العلماء قالوا أن النور سابق
لخلق السماوات لخلق الشمس والقمر. أيضا تحول بعد ذلك، بعد ذلك قال وباستمرار ارتفاع الحرارة يصبح الإشعاع الصادر من السديم إشعاعا مرئيا فتبدأ الأنوار في الظهور. إذن هو يتحدث عن نور الشمس، لا يتحدث عن نور سبق نور الشمس. الآن أنا سكرنا هذه المنطقة، المسألة هنا أنا أسألك، أنت قلت وأنت من لسانك أدينك من فمك أدينك، أنت قلت أن نور القمر نور أقل، من قال من العلماء أن هناك نور سبق نور الشمس؟ من قال من العلماء أن هناك نور سبق أن القمر مضيء في ذاته؟ من قال؟ أنت الآن تكرس، تريد فقط أن تسبق الوقت حتى تأتي فتهجم على مسألة. صدقني اسأل كل أسئلتك وسأجيبك، لكن أيضا أريد إجابة على هذه الأسئلة من أقوال العلماء، لا من الهرطقات ولا من كلام مجرد كلام إنشائي لا ميزان له في قيم في ميزان العلم. أنا لا أدري كم بقي لي، أعتقد بقي لك دقيقة ونص يا شيخ، دقيقة ونص. طيب ممتاز جدا، ممتاز جدا. الآن يا أستاذ نعود إلى الكتاب المقدس لنقول إنه الآن الصبح والمساء، الظلمة والنهار هي مسألة متعلقة بالأرض وليست متعلقة بالسديم الخارجي. عندما نقول ليل ونهار هناك حركة للأرض الكل متفق عليها، الصغار الطلاب الآن في المدارس يعلمون هذه الحقيقة أن الأرض في دورانها حول محورها تدور في 24 ساعة، فيحدث من دورانها هذا انتقال جهة إلى جهة، وبالتالي الشمس المنطقة التي تخضع أو تواجه الشمس تكون مضيئة وتكون نهارا والمنطقة الأخرى تكون ليلا. كيف يكون مساء وصباح بدون وجود الشمس؟ هذا هو السؤال الواضح. تفضل لك المايك. شكرا يا شيخ فكري، كان متبقي ليك 40 ثانية لكن شكرا لأجل التزامك بالوقت، لكن عندي ملاحظتين. ملاحظة الأولى، لو حابب انك تعرض حاجة كان لازم تتفق من الاول وتعمل شير للشاشة والبرنامج مع المخرج، وحضرتك ما طلبتش ده من الاول، فده مش تقصير منا، لكن لانه حضرتك لم تقدم لنا الفايلات اللي حابب تعرضها على الهواء. رقم اتنين، في بعض الملاحظات انك تعرضت لحسين كشخص، فارجو ما نتعرضش ابدا لا بالتهكم ولا السخرية ولا الاتهام ولا اي حاجة. ارجع ليك يا حسين، هنبدأ العشر دقايق بتاعتك هتبدأ دلوقتي، بتفضل. شكرا. مع اول كلمة هيبدأ العشر دقايق، تفضل. شكرا استاذ اندرو. انا توقعت انه لا يملك اجابة لانه وقع في سقطة كبيرة الشيخ، سقطة علمية، وهو قال معلوم في العلم ان السماوات والشمس والقمر مخلوقات قبل الارض. كيف تفسر قرآنك الذي قال في البقرة إن الأرض خلقها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع؟ لماذا تهربت من هذا السؤال؟ هل لأنه قد بيّن أنك قد خطأت؟ هل لم تكن تحفظ الآية؟ هل لم تكن تعرفها يا شيخ؟ طيب إذا أنت ما عارف قرآنك والأخطاء اللي بالقرآن والشبهات اللي بالقرآن كيف تأتي إلى مناظرة؟ هذا السؤال منطقي، أنا لا أشخص، لكن أنا يعني المفروض تكون دقيق بالكلام. أي وسأثبت ليس هذه فقط، لا، يقول حديث الحوت شيعة. طيب الصوت يا جماعة لحظة، في الجزء الثاني صفحة 307 وابن أبي شيبة في مصنفه جزء 14 صفحة 101 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير جزء الثامن صفحة 210 والطبري في جامع البيان جزء 23 تفسيره 140 والحاكم في المستدرك وعلى الصحيحين جزء الثاني 540 وغيرهم كثير جميعهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان حصين بن جندب، هؤلاء من رجالات السنة وليسوا شيعة، عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم كما ورد ذلك عن مجاهد ومقاتل والسدي والكلبي. مجاهد ومقاتل والسدي والكلبي ليسوا شيعة، هؤلاء سنة يا شيخ، هؤلاء ليسوا شيعة. وانظر أيضا الدر المنثور للسيوطي جزء الثامن صفحة 240 وتفسير ابن كثير جزء الثامن صفحة 185 في بداية تفسير سورة القلم، وأجمع ابن كثير وغيره وروى وهو متبني لهذه الفكرة أن الأرض مبسوطة على ظهر الحوت.
هل هؤلاء الشيعة يا أخ أندرو؟ أنت تحكم وتبين للشيخ، أرجوك أن تلزمه بهذه النقطة. قال إن الحديث شيعي، لكن هؤلاء كلهم الرواة سنة، والمستدرك قال هذا صحيح وكلهم صححوا. من هم علماءك الذين أجمعوا على تضعيفه؟ لماذا تكذب على الناس يا شيخ؟ من هم علماءك الذين أجمعوا على تضعيفه؟ الأرض ليست على حوت يا شيخ، والشمس لا تجري، والأرض غير مسطحة، والشمس لا تغرب في عين الحمية، وهذه أحاديث صحيحة. تعرف لماذا كتبت؟ لأن في ذلك الزمان لم يكونوا عندهم علم، كانوا يضحكون على الناس بهذه الافتراءات الكاذبة ويضحكون عليهم. الآن أنت ملزم أن تجيبني. النور الذي قلت لك من البداية هو السديم الذي هو نور في النجوم وغازات موجودة قبل الوجود. أما عن قول الشمس، الشمس قيل عنها إنها نور، والنور الأول أيضا قيل عنه نور. أما اليوم فهذه حقبة زمنية وأنت ألزمت نفسك، فاليوم 24 ساعة هذا يعني ماذا؟ اليوم 24 ساعة هذا مرهون بوجود الشمس والقمر، والأرض اللي تدور حول الشمس حول محورها تسبب 24 ساعة الليل والنهار. لكن اليوم هو يشير إلى الحادثة، حتى في اللغة العربية لما أقول يعني يوم بدر يعني 24 ساعة، لما أقول يوم كذا يعني 24 ساعة، اليوم يشير إلى الحادثة، أما الصباح فيشير إلى بداية الحادثة الزمن التطوري، والمساء يشير إلى نهاية الحادثة التطوري. وأجبتك على النقطة، فذلك النور كان موجودا في ذلك الزمان، وأيضا في ذلك الزمان لم يكن هناك علماء ليروا ما الذي خلق أولا، لكن الخطأ هو اليوم الذي نكتشف. هل أنت موجود في ذلك الزمان؟ وهل يوجد عالم، يعني هل يوجد عالم مثلا كان رجل مكان موجود في ذلك الزمان كي يجزم؟ هذه نظريات. أما الشمس ثابتة، الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، هذا علم مثبت، هذا ليس نظري، هذا علم مثبت، لأن وجدت هذه كلها بالبسمار، وزارت البسمار الفضائي وزار كل هذه المجموعة الشمسية وعرف ما في داخلها، هذا علم مثبت. أما سابقا فالنظريات هذه قديمة. أنت اليوم أجبني على هذه الأخطاء اليوم، لماذا لم تجب عليها؟ من جملة الأخطاء اليوم، اليوم أخ أندرو ممكن تعرض لنا صورة الأقمار من وكالة ناسا، هذا من موقع ناسا بالعربي، الصورة أتمنى إذا تقدر تعرضها. لاحظوا ماذا يقول في القرآن إخوتي وأخواتي، هذا خطأ فاضح، لا يمكن أن يكون القرآن من الله بعد هذا الخطأ. لاحظوا، تعالوا لنأتي إلى سورة الفرقان رقم الآية 61، تبارك الذي خلق في السماء. عرفت الصورة أستاذي الغالي؟ هيعرضوها دلوقتي يا حسين، تفضل عشان نعم. في سورة الفرقان 61، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تفسير ابن كثير، البروج وهي الكواكب، القرطبي، البروج وهي الكواكب، عن أبان بن تغلب قال أسرج النجوم الدراري وهي كالزهرة والمشتري والزحل وغيره ونحوها. تفسير الوسيط للطنطاوي، تعني في الآية الكريمة الكواكب السيارة ومداراتها الفلكية وعددها يقول 12 منزلا، وسميت بالبروج لأنها كالمنازل. طيب، يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. طيب الطبري يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا، قال كواكب، والبروج هي الكواكب، وتفسير ابن كثير وغيره. لاحظ ناسا بالعربي أمامك، يوجد 182 قمر طبيعي في المجموعة الشمسية. لاحظ الآن، نرى أمامك عندك كوكب عطارد والزهرة، لا أحد منهم لديه قمر، والقرآن يقول خلق في السماء، جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، بينما لديك كوكب المشتري لديه الكثير من الأقمار، فحتى الآن أقمار المعدودة هي 79 قمر، زحل لديه 53 قمر، أورانوس لديه 27 قمر، بينما القرآن يقول هذه الكواكب كلها فيها قمر واحد. هل هذا الكتاب من الله؟ كان ينظر إلى هذا القمر محمد ويظن إنه هو الوحيد. طيب، إليك آية أخرى، سورة نوح 16، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سبع سماوات طباقا فيهن القمر نور، هذا القمر الوحيد يا شيخ. قال تفسير القرطبي،
قال الحسن: خلق الله سبع سماوات طباقا على سبع أراضين، بين كل أرض وأرض سماء وسماء خلق. وقال يعني هاي الأراضين السبعة فيها هذا القمر الوحيد. يا شيخ معقولة؟ معقولة يا شيخ؟ هذه السماوات السبع اللي تقولون طباقا والأراضين طباقا فيها قمر واحد. وقال عطاء: نورا لأهل السماء والأرض. هذا القمر نور لأهل السماء والأرض؟ يوجد أكثر من 150 قمر يا شيخ. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره يضيء لأهل السماء يا شيخ. والطبري كذلك. ويا أخي يا شيخ العزيز، فقط كوكب المشتري فيه 79 قمر. فقط المشتري فيه 79 قمر. كاتب القرآن يظن أن الله خلق قمر واحد وشمس واحدة، وهذا القمر وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره يضيء لأهل السماء. أريد أن توضح لي هذه المسائل وهذه الأخطاء الكبيرة يا شيخ القاتلة. الصورة ظهرت، يمكن عطارد ليس في قمر، كيف جعل بروجا وفيها قمر بينما بعض البروج ليس فيها قمر؟ ثم كيف الكواكب؟ زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلناها رجوما إن زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كيف الكواكب ترجم الشياطين يا شيخ؟ وقال ابن كثير: عائد على جنس المصابيح. فالرجم عائد على جنس المصابيح، يعني هاي المصابيح ترجم الشياطين يا شيخ. كوكب المشتري كيف يرجم الشياطين؟ هل محمد يرى الشهب المتطايرة بالسماء وهاي الشهب الكروية ويظن أنها ترجم الشياطين؟ أتمنى أن تجاوبني على هذه النقطة. كم بقي من الوقت أستاذ أندرو؟ متبقي لك دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. نعم لدينا هذه الآيات القرآنية، أريد أن يقول للشيخ هذه الآيات، تفضل جاوبني على هذا في سورة الشعراء. وما خلينا قبل سورة الشعراء، نعم هناك سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأيضا يا معشر ليس لا ليس لا معشر وما نزلت به الشياطين تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دعوه لهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة تبعه شهاب ثاقب. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا. نعم كيف الوقت. ترجم الشياطين ها. شكرا شكرا يعني متبقي لك 11 ثانية و10 ثواني، مش هتلحق تقول حاجة. نروح للجزء الثالث، خلصنا 10 في 10 10 في 10. الجزء الثالث نبدأ أيضا 10 دقائق للشيخ، دي آخر 10 دقائق معاك يا شيخ فكري. اتفضل. ملاحظة صغيرة يا أخ حسين، ممنوع تقول الشيخ بيكذب، قول تعبير بدون أي اتهام أو أي كلمة زي ما قلنا للشيخ بقول عليه. معلش معلش ممنوع التعليق، ممنوع التعليق. اتفضل يا شيخ فكري، نبدأ 10 دقائق. هو حقيقة الأستاذ حسين هو اللمز عنده من بداية الحلقة، وما تكلمت أنا في هذا ولن أتكلم، ولا وليست المسألة شخصية، لكن أنا أترك للمشاهد الكريم. أنا الآن هو تحدث في حديث الحوت هذا، وقال أن الذهبي قال على شرط الشيخين. كلمة حوت لم ترد في كل المستدرك عند الحاكم إلا مرة واحدة في هذا الحديث، حديث الحوت. ويقول فيه التعليق، أنا خليني أحاول إنه ها هنا هذه حتى المشاهدين يروا التعليق من تلخيص الذهبي 8000 سنة. اتفضل يا شيخ عشان الوقت، اتفضل. هذه الجملة قال هو بأن الذهبي قال بأنه صحيح، وأنه قال وغيره قال بأنه صحيح. لا يا أستاذ، اسمع ما قال أهل العلم في الحديث عشان أرد عليك على كل أسئلتك، رغم أنك لم تجب على أي مسألة. أنا سألتك في مسألتين، شوف تأتيني كل مرة بسيل من الشبهات التي يسهل الرد عليها، لكن لا ترد على شيء. الآن يقول بعد أن ساق الحديث في إسناد الحاكم عن دراج عن أبي الهيثم عن عيسى بن هلال قال: وهذا حديث منكر شبه موضوع لما فيه من نكارة المتن ونكارة الإسناد،
يعني متنا وسندا الحديث لا يصح. أما المتن فليست الأرض على ظهر حوت ولا الحوت على صخرة. يقول ابن شوف الذين يردون ليس في زماننا، أبو حاتم قال أولهم عبد الله بن عياش بن عباس، قال أبو حاتم ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه وهو قريب من الدلهيعة يعني ضعيف يرد حديثه، وقال أبو داود والنسائي ضعيف، وقال ابن يونس منكر الحديث في تهذيب التهذيب، وعبد الله بن سليمان الطويل قال فيه البزار قد حدث بأحاديث لا يتابع عليها، البحر الزخار للبزار قال وترجمته في تهذيب التهذيب ليس فيها توثيق لأحد من العلماء له، إلى كلام طويل فيه. قال الذهبي في المستدرك من تلخيص المستدرك منكر. قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر، يعني ما أحد صحح الحديث حتى تقول للناس بأن الحديث هذا صحيح. هذا واحد. اثنين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. استوى إلى السماء، ما سماها السماء، استوى إلى شيء هو أوجده قبل الأرض، لكنه قال فسواهن سبع سماوات. إذن ترتيب السماوات على الشكل النهائي تم بعد خلق الأرض وليس بعد خلق كل شيء في الأرض، أيضا هذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، بالعكس الذي أثبته العلم أن الكون كله كان سديما غازيا دخانا، وهذا الكلام موجود في موقع ناسا، هذا يشهد للقرآن لا يشهد ضد القرآن. أما قولك أما عين حمئة، يا عيني والله أتيت إلى ما أريد، سبحان الله، وأنا الآن سأفتح وأجعل المشاهد الكريم هو الذي يحكم على قضية العين الحمئة، لأنه حضرتك تظن أن العين الحمئة في العراق وفي مصر، العين الحمئة في الصورة هنا غروب الشمس، هذه صورة، وأنا الآن أضع هذه الصورة أمام المشاهدين، وهناك صورة أخرى أيضا. عندما وصل هذه الصورة من جزر هاواي عند غروب الشمس، شكل الشمس قال وجدها، لم يقل الله الأرض أن الشمس تغرب، الله لم يقل، قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، بلغ هو مغرب الشمس، وجدها هو رآها، وليس معنى وجدها أي لقيها أو رآها، هو خيل إليه. الآن أنت تنظر أين تقع الشمس، أين تنزل الشمس، أنت تراها وكأنها تنزل في داخل هذا المنطقة البركانية الممتدة التي كان حيث قالوا أنه في جزر هاواي كان قبل ذلك 14,000 بركان ثائر، ولذلك قالوا أرض حامية، عين حمئة أي عين حامية، عين بركانية. وهذه الصور التي التقطتها، طبعا أنا ما أتيت بهذا الكلام من عندي، أتيك بصورة ثانية للعين الحمئة من جزر هاواي، وهذه صورة ثانية نكبرها حتى تظهر للناس كيف عرف بهذه الحقيقة. هذه قصة وردت على من وصل إلى هذا المكان. أما إن أمية بن أبي الصلت قال هذا الكلام فهذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. الآن فأجبتك على ما سألت عنه. وأما قضية جعلنا في السماء بروجا، أنت تريدني أن أجيب دون أن تجيب أنت، طيب خذ لك السؤال علشان نشوف يا أستاذ. في الكتاب المقدس يخبرنا في الكتاب المقدس أن الأرنب يجتر، الأرنب يجتر، وأنا سأتيك بالنص هنا. يقول في اللاويين 11:5 والأرنب لأنه يجتر لأن لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم. اسمع ماذا يقول قاموس الكتاب المقدس، وأنشر الصورة هنا حتى يراها المشاهد الكريم ويحكم على جوابك، وأنت الآن ستجيب بعد أن أجبتك إن شاء الله أنك تجيب على هذه الأسئلة. في اللغة الإنجليزية ربت، اللغة العبرية أرنب، اللغة اليونانية ليبوس سيرياكوس،
واسمه في العبرية أرنبس، وهو حيوان من القوارض معروف اسمه باللاتينية، ويعتبر أكله محرما بحسب شريعة الأطعمة عند العبرانيين لأنه يجتر، ولكنه غير مشكوك الظل، فلاويين 11-6 وتثنية 14-7، على أن الأرنب ليس حيوانا مجترا عند التحقيق، هذا ما يقوله قاموس الكتاب المقدس، إنما لأنه يحرك قواطعه وشفته العليا حركة خاصة نسبية بحركة شفتي الحيوانات المجترة، لذا فقد ظنه البعض أنه من ضمنها. والاسم اللاتيني للأرنب الذي موطنه في الصين ليبوس سيرياكوس، على أنه قد لوحظ أنه يوجد أربعة أنواع أخرى ولا واحد فيها يجتر. للعلم ليس هناك حيوان اسمه أرنب في الأرض كلها يجتر. كيف ترد على هذه المسألة؟ أما قضية أنك تقول لي أنه ما حدش كان موجود، وأنه وأشكرك على هذا الاعتراف الصريح، لأنك أنت كذبت الكتاب، أنت الذي كذبت الكتاب ليس أنا. أنا أتيتك فقلت لك أن الكتاب يقول أن الأرض خلقت قبل الشمس، أنت قلت لا، ما هو السديم، هذا السديم والنجوم اللي كانت موجودة، أي أنت تقول وكأنك تقول بأن هذا النور الذي كان سابق لخلق الأرض هو نور الشمس والقمر، معناته أنت تكذب الكتاب، لأن الكتاب يقول لك في اليوم الرابع، في اليوم الثالث خلقت الأرض، وفي اليوم الرابع خلقت الشمس، فأيها الصحيح يا أستاذ؟ نحن نريد منك إجابة واضحة، إجابة واضحة في المسألة، لا مجرد أن نتكلم بكلام غير مسؤول وغير معروف. كذلك نجد أن هناك مسألة أخرى في قضية الأطعمة كما وردت في الكتاب المقدس في سفر التكوين، يقول قال في وقال الله في 29، وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. السؤال هنا كيف يكون لنا طعاما وهو فيه مواد سامة؟ بعض المزروعات، هو قال كل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا فيه لكم يكون طعاما. هناك أشجار تثمر وفيها بذر ولكنها سامة تقتل الإنسان، فكيف يكون هذا الكلام؟ من ناحية علمية هذا الكلام لا يمكن أن يكون. كذلك ولكل حيوان، حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس الحياة، أعطيت كل عشب أخضر طعاما، علما أن الحيوانات يا أستاذ من ناحية علمية هناك حيوانات لا تأكل العشب إطلاقا، بل لا تتغذى إلا على اللحوم، وكذلك هناك طيور كالنسر والعقابي والصقر، هذه أساسا لا تأكل إلا اللحوم، فكيف قال أن لكل جمع كل حيوانات الأرض وكل طير السماء بأن أعطاهم كل عشب أخضر طعاما؟ وهذا النص إن أردت النص فالنص ها هنا موجود على الشاشة، لكن في المرة القادمة لأنه الوقت يداهمني فأنا أترك المايك للأستاذ المذيع. شكرا لك يا شيخ فكري، الوقت انتهى فعلا، كان متبقي لك فقط 20 ثانية، ودي كانت آخر 10 دقائق للشيخ فكري. نروح للأخ حسين، آخر 10 دقائق لك يا أخ حسين، تفضل، هيبدأ العداد يعد من أول كلمة ليك، تفضل. شكرا أخ أندرو. أستاذ الغالي، قبل سقوط الإنسان بالخطية لم يكن لا هناك لا سم ولا أي شيء في الأرض، إنما هذا دخل بسبب خطية الإنسان، فالله عندما قال هذا الشيء للإنسان قال قبل أن تدخل الخطية للإنسان، لكنك تقطع النصوص ولا تنظر إلى السياق، ارجع إلى اللغة الأصلية وارجع إلى سياق النص من البداية ستفهم. ثم يقول إنه من وجهة نظر ذي القرنين تغرب في عين الحمئة. أنا لا أريد تفسيرك، أريد تفسير محمد. تفسير محمد في صحيح أبو داود حديث 3991 قال يا أبا ذر أتدري أين تغرب؟ قلت الله ورسوله، قال إنها تغرب في عين حمئة. يا أخي أبو داود ومحمد، هذا تفسير محمد، قال تغرب في عين حمئة، ولفظ له أحمد حديث 21549 خلاصة حكم المحدث صحيح. هذا تفسير نبيك، هل تتبرأ من تفسير نبيك؟ هل نبيك لا يفهم في التفسير؟ أجبني على هذه النقاط أرجوك. بنقطة للأرنب يشتر، سأرد عليها الآن إذا لحقت، أم في المداخلة القادمة الخمس دقائق الأخيرة أرد عليه. لكن
تعال جاوبني على هذه، هل جبال يخرج منها برد في السماء؟ ألم ترى إن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عما يشاء. سورة النور 43. لاحظ في تفسير ابن الطبري ماذا يقول وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، إن معناه إن الله ينزل من السماء من جبال في السماء من جبال في السماء من برد مخلوقا هناك، يعني أكو جبال الذب ثلج متجمد في السماء. تفسير القرطبي وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قيل خلق الله في السماء جبالا من برد فهو ينزل منها البرد والمطر. طيب هل هذه حقيقة علمية؟ ابن كثير وينزل من السماء من جبال فيها من برد ومعناه إن في السماء جبالا برد ينزل الله منها البرد، هذا لا ثلاث مفسرين تركوا حسب العلم لنرى كيف يتشكل المطر. يتشكل البرد في الغيوم الركامية ثخينة عادة في الموسم الدافئ وأثناء العواصف الرعدية نتيجة تجمد قطرات المطر التي تشكل نواة لحبات البرد تنمو عليها طبقات من الجليد، وتتشكل حبات البرد الكبيرة بوجود تيارات هوائية صاعدة تمنع سقوط الحبات الصغيرة. تعتبر الشمس المحرك الأساسي لدورة الماء، تقوم بتسخين المحيطات التي تحول جزء من مياهها من حالة السائلة إلى بخار، فتقوم التيارات الهوائية المتصاعدة بأخذ بخار الماء إلى داخل الغلاف الجوي حيث درجات الحرارة المنخفضة، فيتكاثف الهواء المتشبع ببخار الماء مكونا بذلك جزيئات الماء السائلة أو المتجمدة فتمتزج بذرات الغبار مشكلة بذلك السحب. طيب يعني أساسا المطر والبرد هذا من الأرض تتحول المياه من المادة السائلة المادة الغازية فيصعد إلى الغلاف الجوي تتكون السحب، يعني ماكو جبال من السماء تنزل برد، هل هذا إلهك إله فعلا وهو كان يظن أنه أكو جبال بالسماء ينزل بها من برد مطر ينزل من جبال؟ كيف ترد على هذا؟ أما المطر في الكتاب المقدس فهو ذكرنا في سفر المزامير 135 أنه يصعد السحاب من أقاصي الأرض، يعرف هذا الأمر داود لأنه يتنبأ من الله، يعرف أن السحاب تخرج هي من أقاصي الأرض. طيب أتمنى أخ أندرو الصورة للشهب، يقول القرآن ذكرت الآيات رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، بعدين يقول إنه على الشهاب فأتبعه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطوة فأتبعه شهاب ثاقب. الصافات 10. كل مفسريك والطبري يقول إنه يقذفون من كل جانب، لم يرد على الكواكب، لاحظوا أخوتي وأخواتي الأقمار في الكواكب لم يرد عليه لأنه يعرف أن هذا خطأ في القرآن واكتشفه الآن أول مرة. لاحظوا الآن أخوتي وأخواتي خلونا نقرأ من بحث كتب الأستاذة رنا السيلاوي بتاريخ 20/4/2021، تقول عندما يدخل النيزك الغلاف الجوي العلوي للأرض فإنه يسخن بسبب الاحتكاك مع جزيئات الهواء فتتسبب الحرارة في توهج الغازات حول النيزك بشكل ساطع، وعندها يظهر الشهاب مع ذيل مضيء من الغازات وجسيمات النيزك المحترق، وهذا الذيل الساطع الذي يمتد عبر السماء هو عبارة عن غازات، هذا مو شيطان مرجوم، هذا عبارة عن غازات تحتوي مواد متبخرة من النيزك وغازات من الغلاف الجوي. وأيضا في بحث الكون الأجرام السماوية بالنيزك أيضا من الدكتورة بلسم المومني في بحث 6 يونيو 2021، تقول مصدر النيازك تأتي جميع النيازك من داخل النظام الشمسي، مو الله يدزها من فوق بيد جبريل، ومؤتمرها عبارة عن شظايا من الكويكبات الموجودة في حزام الكويكبات. وبالأخير يقول لك هذا الذيل هذا تشوفه مال النيازك والشهب هذا هو غازات محترقة لما يدخل الشهاب
فينصدم بالغازات ويصير اكو احتكاك مع الغازات مع هذا النيزك فيحترق. هذا مو شيطان مرجوم، هذا خطأ من فكر محمد. كيف ترد على هذه الأمور؟ كم بقي من الوقت أستاذ أندرو؟ متبقي 3 دقائق ونصف، تفضل. 3 دقائق الآن. نأتي إلى طرف محايد يقول لا يستر الأرنب. لا، أرنب الآن في أن تعتمد على تقول على القواميس. لماذا تدلس على الناس؟ قاموس سترونج العبري يقول لك أن الأرنب المذكور هنا هو الهير، وأتمنى تظهر صورته أخ أندرو أستاذ الغالي. هذا جنس الهير، هو يجتر من المشترات، وهو من الأرنب البري، وكان موجود في إسرائيل في ذلك الوقت، فهو المقصود هذا الأرنب البري. لكن إذا كنت لا تريد هذا، دعنا نأتيك من بحث مسلمي. تعال بحث مسلمي، وأرى أنك لم تطلع على هذا على الإطلاق. لاحظ، الأرنب هو الهير، قواميس العبرية قاموس سترونج رقم الكلمة 768 في القاموس قال هو الهير. 7 تراجم إنجليزية كتبت الهير، هذا هو صنف الهير اللي كان عايش بإسرائيل، الأرنب البري اللي يجتر. يعني ترجمة ESVDRB وDARBY BASHOPS وBBE وASV، هذه التراجم الإنجليزية المعترف بها كلها تقول لك أنه هذا صنف الهير اللي كان عايش بإسرائيل. من الذي قال هذا أيضا؟ لاحظ لديك هذه كتب أمامك، كتاب تربية ورعاية الأرانب للأستاذ الدكتور أبو بكر أحمد رئيس بحوث معهد الإنتاج الحيواني، وكتاب الرعاية الصحية للأرانب الدكتور سليم أحمد محمد. ماذا يقولون؟ إن الأرنب يمتلك جهاز هضمي فقير جدا، فيحتاج الأرنب أحيانا إلى أكل برازه شخصي ليستخلص الفائدة الغذائية كاملة منه عن طريق مضغه مرتان، ومضغ الطعام لأكثر مرة يسمى اجترار في اللغة. هل أنت لا تعرف هذا؟ فإن هذه العملية تعتبر مماثلة لعملية الاجترار، وكلاهما يعتمد على إعادة تدوير الطعام نصف مهضوم ليتم استخلاص المواد الغذائية منه. ذولا دكاترة مسلمين مو مسيحيين، يقول لك إن الأرنب يجتر ويعمل عملية اجترار ويدور الطعام مرتين. صحيح ماكو معدة 4 طبقات يهضم فيها الأكل ل4 مرات، لكنه يهضم مرتين، والهضم مرتين يسمى اجترارا. هذا الأرنب العادي وليس الهير. أما صنف الهير باللغة العربية لحد الآن لم يترجم هذا الصنف، بل يسمى كل أرنب، لذلك هنا الكتاب المقدس بالترجمة كتب أرنب. فالصنف الهير هو هذا الذي يجتر، والمسلمين الآن علماء يخلق الأرنب العادي يجتر اجترار جزئي لأنه يهضم الطعام مرتين. فأنت إذا ما قاري ما تفهم هذه يا أخي، هاي مو مشكلتي، هذه مشكلتك أنت. أي سؤال جاوبت عليه أتى بسند آخر، سند آخر لحديث الحوت. إخوتي وأخواتي، لم يذكر في هذا الحديث على السطح، على صخرة. أنا لم أتي بهذا الحديث، أتيت بحديث ابن عباس الصحيح يقول نكارة في الإسناد الآخر لأنه بسبب المتن. الوقت يا حسين، الوقت. يعني بسبب نص الوقت الحديث يا حسين. يعني شكراً. فضيحة. شكرا شكرا لأجل الالتزام فضيلة الشيخ. آخر 5 دقائق تفضل، وأرجو أنه تكون الكاميرا معدولة. تفضل. طيب الكاميرا مش معدولة الآن؟ يعني أيوة. هكذا. طيب بسيط. شكرا. تفضل. 5 دقائق. تفضل. طيب أشكرك الأستاذ حسين، يعني في المداخلة الأخيرة جاء بكلام لو لم يقله. نعم. أصله ما حاطين 10 دقائق. 5 دقائق. تفضل. ابدأ من أول هنا. 5 دقائق. تفضل. الأستاذ حسين تكلم بكلام بصراحة عجيب غريب، وأراد أن يثبت قضية الأرنب. لم يقرأ الأستاذ النص الإنجليزي لقضية هذا الأرنب، وأراد أن ينسب أن مكان هذا الهير أو الهار، أرنب الهير ليس فلسطيني الجنسية ولا إسرائيلي الجنسية يا أستاذ حسين. حيوان الهير الأرنب المجتر في موسوعتي المعارف بريتانيكا وكولومبيا. هذا يا أستاذ لو نظرت إلى اسمه، اسمه The European Hair or Brown Hair، ليس لا يعيش في الشرق الأوسط إطلاقا،
فريح نفسك. والتشريع نزل لمن؟ لليهود، لبني إسرائيل الذين كانوا يوجدون في هذه المنطقة. هي ردينا على هذه. أما قولك إنه أنا ما رديت، أنا قلت لك بكلام واضح، ليس في كل الحاكم حديث عن رواية الحوت إلا رواية واحدة، وهذه الرواية قال الذهبي بأنها منكرة. ولو كان عندك شيء اعرضه للناس على الجمهور، اعرض الشاشة حتى نثبت للناس بأنه هذا الكلام الذي تتكلم به لا يصح. حتى علماء الشيعة نفسهم يقولوا أن أهل السنة من هذه الرواية منذ قديم الأزمان، لأن الرواية أساسا مروية وأخذوها عن الطبري، والطبري ذكر السند، والسند أساسا مضروب ولا يصح. الآن تقول جبال من ذهب، جبال من برد، جبال من برد. يا أستاذ أنت واضح أنه أنا مش عارف يعني كيف تجرأت على خوض مغامرة لست أهلا لها. أنا ما والله ما أريد أن أنتقص منك، لكن المسألة هذه مسألة علمية، مسألة علمية. من العيب على الإنسان أن يتكلم في مسألة وهو يجهلها، لأنه هذا الكلام، هذا الكلام لو سمعك أي إنسان ممن يعلمون بالعلم، اذهب إلى موقع ناسا. أنا لا أريدك أن تذهب لا لأي عالم عربي ولا مسلم، اذهب إلى موقع ناسا. قضية جبال البرد هذه موجودة في السماء كما نحن نرى الجبال الجليدية في الأرض. فعندما تتحدث في مسألة وتريد أن تثبتها، لا تثبتها فقط لأنك أنت تريد أن تثبتها بهذا الشكل. ثالثا قضية الحديث الذي تحدثت فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عين حمئة. يا أستاذ اقرأ في فتح الباري لابن حجر في الجزء الثامن صفحة 542، أول مسألة قال في قوله في تفسير الحديث في عين حمئة، قال فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب وسجودها تحت العرش. الله يقول ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والدواب وكثير من الناس. فالآن كيف تسجد الشمس والقمر؟ هي قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فعندما تتكلم الآن تتكلم في مسألة شرعية، لا تتكلم في مسألة علمية. المسألة العلمية هي العين الحمئة، أما العين الحمئة فقد أثبتنا لك بالصور الحقيقية لغروب الشمس. قال وجدها تغرب في عين حمئة، من الذي وجدها؟ الله ولا الناس؟ ثانيا لما تقول، عشان تقول إنه أنا ما تهجمت عليك، لكن أنت عندما تقول هو إله محمد لا يعلم، يا رجل تأتي فتفسر المسائل. ثم تحدثت عن الأرض المنبسطة وأختم بها في هذه الدقيقة. الأرض المنبسطة ليست في الإسلام يا أستاذ، والأرض بعد ذلك دحاها. أما انبساطها فهي ممهدة لعيش الإنسان رغم كرويتها ودائريتها، هذا متفق عليه عند كل علماء الإسلام، لأن النص في القرآن واضح. أما عندك في كتاب المقدس، عندما تحدث الكتاب المقدس في هذه المسألة، وأنا آتي بالنص كما ورد في الكتاب المقدس، لأنه حتى لا يقال بأنني تجرأت وتكلمت في مسألة من عندي أنا، نجد أنه في الكتاب المقدس أن الشيطان قد أرى المسيح زوايا الأرض الأربع. أين للأرض الدائرية زوايا أربع؟ هذا الكلام لا تجده إلا في كتابك المقدس للأسف الشديد. وعليك أن ترد الآن على ما سألت، ثم أن تقول إنه والله كانت النباتات غير سامة وصارت دخلت النباتات بالخطية. يا رجل الخطية حدثت عندما آدم عصى. الآن الرب عندما الوقت يا شيخ، الوقت بقي 12 ثانية. اتفضل. عندما الإنسان عصى الإنسان، لكن هذه النباتات وجدت ليأكل في الأرض ليس في الجنة. فضل لك المايك، الوقت انتهى. آخر خمس، شكرا. قبل ما أبدأ أختم مع حسين، شكرا جدا شيخ فكري، أشكرك وأشكرك لأجل التزامك، وشكرا لأجل وجودك معنا. يعني تحياتي لك، رب معك. أهلا وسهلا. اتفضل أخي حسين. شكرا أستاذ الغالي. كلمة الزوايا الأربعة يا رجل، إذا كنت ما تعرف لغة عربية ولا تعرف، فكيف أناقشك باللغات الأصلية الكتاب المقدس؟ كلمة الزوايا في اللغة العبرية الواردة أيضا في سفر حزقيال هي كنفود،
وأيضا في اللغة اليونانية جونيا كلمة معناها جونيا يعني ناحية أو اتجاه، اتجاهات الأرض الأربعة يا شيخ. صدقني الأرض بها أربع اتجاهات، بها شمال شرق جنوب غرب، واليوم إذا جبنا دائرة بإمكاننا نقسمها أربع زوايا مركزية يا شيخ. الدائرة تقسم إلى أربع زوايا مركزية يا شيخ، هذا الأمر ما تعرفه؟ يعني يصعب عليك. باللغة العربية أيضا كلمة كنف أخذت من هاي اللفظة نفسها، كنف باللغة العربية، كنف الرجل حضناه، يعني جانباه من يد، من يد، عن يمينه وعن شماله. الصوت يا جماعة، الزاوية. صوتي واضح أستاذ أندرو؟ اتفضل. صوتي واضح، شكرا. فالكلمة باللغة العربية يعني كنف، يعني أيضا زاوية، اتجاه، اتجاه حضن الرجل يمين، اتجاهه يمينه وشماله. فثم أتى وقال موسوعة المعارف تقول أن الهير لا يعيش. لا، أنا قرأت موسوعة المعارف مكتوب وفي آسيا، لكنك تقتطع النصوص، وما أريد أقول تكذب على الناس لأن الأستاذ أندرو لا يسمح. الموسوعة المعارف نفسها التي قالت لك يعيش في أوروبا أيضا يعيش في آسيا، لكنك تقتطع كلمة آسيا لأنها لا تفيدك. وآسيا وين؟ إسرائيل وين كانت؟ بآسيا ولا مش بآسيا؟ هاي النقطة. النقطة الأخرى يقول وجدها ذو القرنين، يقول الجبال. أكو أول مرة أسمع ناس تقول أكو جبال في السماء يطلع منها من برد. أكو جبال في السماء يخرج منها من برد يا أخوتي؟ طلعنا لك من البحث العلمي أنه أساساً المطر وهذا البرد يتكون من بخار الماء الصاعد من المحيطات. ثم يأتي الآن إلي خطأ أخير أنت ظهره. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. سورة الطارق 7، تفسير ابن كثير والطبري يتكلم يخرج من هذا الماء من الصلب أي ظهر الرجل، والترائب أي صلب ترائب المرأة موضع قلادتها الصدر. كل مفسري كالطبري القرطبي ابن كثير. حسب العلم إخوتي وأخواتي، هذا البحث من الدكتورة كفاية العبادي بعنوان تعريف الغدة التناسلية، البحث 2019 19 أغسطس. قالت مفرد الخصيتان هو وهي الغدة التناسلية الأساسية في جسم الذكر، وهي عبارة عن مجموعة من الأنابيب المنوية المتشابكة والمنحنية والمتجمعة مع بعضها البعض لتنتهي بقناة واحدة، وتقوم هذه الغدة بوظيفتين أساسيتين وهما إنتاج الهرمونات، هرمونات الأندروجين والتستوستيرون والتستوستيرون، والمهمان في عملية التطور الجنسي، تذكر مثل نمو شعر الجسم وشعر الوجه وإلى آخره، وإنتاج الحيوانات المنوية وإفراز السائل المنوي المني. تقوم بهذه المهمة مجموعة الأنابيب المنوية التي في داخل الجهاز التناسلي. وفي طب ويب نفس الشيء، ويب طب يقول إنه أتمنى تعرض الصورة أستاذي للإفرازات في جسم الذكر، وكذلك في المرأة المبيض اللي بداخل الرحم هو اللي يقوم بإصدار البويضة للمرأة وإنتاج البويضة، وأيضا الجهاز الذكري في الخصيتين ولا علاقة لها بالظهر على الإطلاق. محمد لما كان ظهره يوجع من يمارس الجنس كان يظن أن المني يخرج من ظهره، لكن العلم يقول لأن فقرات الجسم مبنية على شكل عمودي، فعندما يتحرك الجسم بشكل أفقي يكون ألم في العضلات. فمحمد من يحرك جسمه أفقي بعملية الممارسة الجنسية فكان يوجع ظهره، فكان يظن أن المني يخرج من ظهره. هذه فضيحة علمية وكتبها بالقرآن. هل هذا القرآن من الله ويحتوي هذه السقطات إخوتي وأخواتي المسلمين؟ انظروا الفرق بيني وبين الشيخ. أنا ألتزم بالمعايير العلمية، أن آتي بالنصوص والتفسير الإسلامي، أما هو فيفسر كتابنا على مزاجه ولا يلتزم، لأنه غير دارس الكتاب المقدس ولا عارف الكتاب المقدس، ويجهل سياق الكتاب المقدس ويجهل البحوث. هل رأيتم أنه أجاب؟ هل قال أن الأرض، هل يعني جاب على الأرض مسطحة؟ علماء، من هم العلماء الذين قالوا الأرض كروية؟ أثبتت لك من قرآنك ومفسريك وعلماءك قالوا أنهم أهل الهيئة الذين قالوا، وقول الفلاسفة أن الأرض كروية. كيف شكرا. تجيب على هذا؟ لم تجيب. شكرا لأجل التزامك، شكرا لأجل التزامك، شكرا للأخ حسين، شكرا للشيخ فكري، بشكرك جدا لأجل المتابعة، وبشكركم لأجل الالتزام بالوقت.
لكن زي ما انا تعهدت انا مش طرف ومش هدخل في المناظرة، لكن اصحح حاجة بس قالها الشيخ كتصحيح، مفيش علاقة يعني بيا بالمناظرة. الشيخ قال انه في التجربة في البرية ابليس خد المسيح على زوايا الارض، الكلام ده مش موجود يا شيخ. يعني ارجو انك لما تقرأ حاجة يعني تراجعها قبل ما تقرأها وتضع كلمة زوايا الأرض لا موجودة في متى 4 ولا موجودة في لوقا 4، عشان بس للأمانة العلمية في النقل، وعشان كمان المشاهد اللي بيتابع حضرتك يا شيخ يبقى عارف هو بيقول إيه. هقرأ الكلمة متى 4 عدد 8، ثم أخذه هنا مش معناه شاله زي ما يعتقد المسلمين، أخذه معناه صار معه، زي ما بقول أنا خدت فلان معايا، ما حدش بيشيل حد، خدته يعني اتحركت به إلى جبل العن وأراه جميع ممالك العالم ومجدها. ما فيش كلمة زوايا في متى 4 وما فيش كلمة زوايا في لوقا 4 نفس الأمر. برضو للأمانة عشان ما حدش يقول إحنا بنداري كلام أو بنداري حاجة، أروح للوقا 4 وأطلب من المخرج أيضا يظهر على الشاشة. عدد 5، ثم أصعده مش معناه حاجة تاني، أصعده يعني سمح المسيح أن يصعد معه إلى الجبل العالي وأراه جميع الممالك المسكونة في لحظة من الزمان. ومفيش هنا كلمة زوايا خالص، واضح أنه أردت فضلتك أنك تجيب كلمة زوايا من رؤية 7، فالأمر اختلط عليك في متى 4 ولوقا 4. هذه العبارة مش موجودة. مع العلم والمعرفة أن إبليس روح، فالموضوع كله موضوع روحي مش موضوع مادي، لأن إبليس كائن روح والكتاب المقدس أطلق عليه الروح. الحاجة الثانية برضو أنا مش داخل في المناظرة، لكن في بعض الأمور اللي قالها الشيخ عن سفر التكوين ولا سيما أصح 1 وكلمة يوم. كلمة يوم للمعرفة بس، أنا مش داخل مش طرف في المناظرة. كلمة يوم يا فضيلة الشيخ ولكل أحبائنا المسلمين، في اللغة العبرية جاءت بصيغة نكرة وليست بصيغة معرفة، بصيغة نكرة يعني تتحدث عن حدث ولا تتحدث عن يوم معرب ب 24 ساعة. اليهود بيفرقوا ما بين اللفظ بصيغة النكرة وما بين اللفظ معرف. أنا مش طرف في المناظرة لكن حبيت أن أنا أقول الكلام ده. حاجة تانية يا فضيلة الشيخ، الآية الأولى اللي حضرتك قلتها، في البدء خلق الله، خلق أولهيم السماوات والأرض، السماوات والأرض، السماوات سبق الأرض، ده عنوان واسع ودي الافتتاحية اللي فتح بيها الرب سفر التكوين. عندي ردود على كل اللي اتقال لكن أنا مش طرف في الموضوع، لكن نصيحة لإخواتي المسلمين، لما تيجوا تقربوا من الكتاب المقدس لازم تبقوا عارفين عدة حاجات. حاجة الأولى الأسلوب اللي كتب بيه السفر، كل سفر مكتوب بأسلوب معين، أو يعني بنجد في الكتاب المقدس الشعر يبقى له أسلوبه، يبقى لازم عشان أقرب من الأسفار الشعرية لازم أعرف الطريقة، طريقة نظم الشعر والشعر قائم على إيه. في أسلوب تاني اسمه أسلوب التأريخي اللي هو كتابة التاريخ، وده أسلوب وصفي له قواعد معينة. في أسلوب تاني أسلوب القصصي، وده أسلوب سردي له قواعد معينة. حاجة تانية، الكتاب المقدس قائم على قاعدتين مهمين جدا، قاعدة الوصف، وصف الأحداث، وقاعدة الأحكام. الوصف له قواعد والأحكام لها قواعد. لما موسى بيوصف شيء يختلف عن أن موسى يقر أو يعطي أحكام أو وصايا لشيء معين. كتاب مقدس بحر كبير جدا. كما أنتم تطالبوننا أن نحترم قواعد وأصول تفسير القرآن، هكذا أنا مش بتكلم عن المناظرة، افصلوا المناظرة انتهت من 5 دقائق، لكن نصيحة، هكذا عندما تقترب من الكتاب المقدس يجب عليك أن تلتزم بقواعد تفسير الكتاب المقدس. هم حوالي 12 قاعدة، لكن أختصر حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى الأسلوب اللي مكتوب به السفر، الحاجة الثانية أصول الكلمة في اللغة الأصلية.
أنت تتعامل مع الكتاب المقدس باللغة العربية؟ حسنا تفعل، لأنه مترجم. لكن عندما نفسر الكتاب المقدس وعندما نفهم العبارات أو نريد أن نفهم العبارات، علينا أن نعود لأصول الكلمة، سواء كانت هذه الكلمة في اللغة العبرية أو في الأرامية أو في اللغة اليونانية. إن كنتم لا تعرفون أصول الكلمات في اللغة العبرية أو الأرامية أو اليونانية، فابتعدوا عن الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس له قواعد وأصول في تفسيره. هذه نصيحة لا أقصد بها المناظرة ولا أقصد بها الشيخ. أنا أحترم الشيخ وأقدره وبشكره لأجل التزامه بكافة الشروط اللي وضعناها. شكرا جدا أحبائنا، بنعمة الرب على وعد، نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر والرب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخدوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت محتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر